انا بنام وانا قاعده في تدريب ابني، انا بجيب الكتب علشان المذاكره بين التدريبات، صور كتير وحكايات لكل ام في البطوله امهات. والنهارده حلقه جديده مع بطله جديده من صاله جمباز النادي الاهلي. نتعرف بيكي. أميرة علي، مامة اللاعبة ليلى إسلام، فرقة 2010. بقالكوا كام سنة في الفرقة؟ 4 سنين. كلميني عن معاناتك اللي بتقابليها يوميا من أول اليوم لأخر. من أول ما بدأنا خالص بقى يعني في معاناة، وبعدين بقى لما تعودنا معاناة تانية، يعني دي معاناة ودي معاناة تانية. أول ما بدأنا خالص إن أنت تعودي حتى بس إن أنت تيجي هنا وتعودي الطفلة إنها تخش وتبقى تبدأ تتمرن وتمارين مش سهلة وكده، كان الموضوع صعب جدا. إن أنا حتى أقنعها حتى وإحنا نازلين من البيت إن إحنا هننزل نروح التمرين، هي وانس أنا عارفة إنها رايحة تمرين الجمباز بتبدأ تبقى إيه لا ومش عايزه، لانها عارفه انها تيجي هيبقى الموضوع صعب عليها والدنيا صعبه. دي كانت معاناه تانية خالص معاها، ان انا اقعد اقنعها يعني احنا داخلين التمرين وطول الوقت تخرج تعيط جامد، وانا اقعد ابقى سبورت ليها في حاجات كتير قوي، ان هو لا يا ليلى هنكمل وهندخل تاني ومعلش ومش عارفه ايه. دي كانت ماساه كتيره كبيره قعدنا فيها مثلا يعني بتاع سنه، اول سنه كلها مثلا في القصه دي كلها. دي معاناه كده تانية مع البنت نفسها، غير بقى انت بتتكلمي على حياه كلها موجوده، يعني من اول ما بتبداي تصحي، من اول ما بتبداي تبقي كل حاجه بسرعه، تمرين الجمباز بيقعد 4 5 ساعات مثلا، بتاخدي الطريق فانت عايزه تعملي اكل، تروقي، تنظفي، تظبطي، لو في مذاكره بيبقى الموضوع كله على بعض، عشان تعملي كنترول على كل ده بيبقى الموضوع صعب قوي، لان انت تقريبا بتقضي حياتك بتصحي من النوم تظبطي وتنزلي على طول على الشارع، ترجعي بالليل الساعه 11 12 بالليل، هو اوريدي اليوم خلص، فالحياه كلها بتبقى ما فيش يعني. بس اهو الواحد بيحاول يعني يعمل كنترول على كل حاجه ويظبط الدنيا يعني. انا ليلى اسلام وبلعب جمباز في النادي الاهلي. ماما بتتعب قوي عشان توديني وترجعني من الجمباز، ماما عايزاني ابقى اشطر واحده في الدنيا. ليلى بصراحه من اللعيبه برضو اللي عندهم اصرار، بتحاول حتى وبتتحامل على نفسها ان وبتبقى عايزه تكمل لغايه لما تجيب الحركه، ف يعني ما بتتعبنيش، ما بتجهدنيش ذهنيا او بدنيا، في لعيب تاني لا كذا طب عشان خاطري كمان دور، لا دي الحمد لله ان هي ايه لا عندها الاصرار، بتشتغل، بتحاول، عايزه تعمل الحركه، ف كويسه ليلى بصراحه. ليلى من نوع الهادي يعني ما بتعملش اي مشاكل معاهم، هي هاديه خالص بصراحه، هي بس ايه تشتغل على نفسها كده وان شاء الله ان شاء الله تبقى لعيبه كويسه ان شاء الله. النواحي الاجتماعية بالنسبة لك كبطلة معنا النهاردة بتتأثر من ده؟ بتأثر كتير. هي سايكولوجي نفسها يعني عامة مع الاجتماع بتفرق معاها كتير قوي، هي نفسيا عامة البنت. هي الأول ليلى كانت خجولة جدا، كانت ما بتتكلمش خالص، قليلة الكلام جدا، دلوقتي الدنيا مختلفة تماما وبتديها ثقة كويسة قوي، بتديها اجتماعيا مع أصحابها بقت مختلفة تماما، فرقت معاها شخصيتها جدا، حتى كمان في المدرسة فرقت، كانت الأول ممكن ما بتتكلمش، لا هي اجتماعيا مع هي كبنت مع أصحابها فرق جدا، ثقة في النفس كتيرة فرقت. أنا اجتماعيا برضو فرقت معايا جدا، انا اتعرف على ناس كتير انا ما كنتش اعرفهم، تقريبا احنا مقضيين 24 ساعه مع بعض يعني احنا بقيت اشوفهم اكتر من اهلي، اكتر من مامتي وبابايا، اكتر من جوزي يعني، فبحس ان الدنيا لا طبعا اجتماعيا بتفرق كتير في كل حاجه، حتى يعني حتى انا كمان يعني هي وانا تفرق. ما اثرش ده عليكي تاثير سلبي في معاناتك الاجتماعيه مع الاهل؟ بتاثر، باجي على الاهل كتير، باجي يعني انا ممكن مثلا اقعد اسبوع بحاله ما اشوفش مثلا مامتي وبابايا، مش عارفه اروح لهم البيت وبتاع عشان عندي تمارين، عندي بتفرق لو انا مثلا عندي سفر ساعات باجل سفر مثلا عشان خاطر انا عندي تمارين، ساعات عندي مثلا اي حفله ولا اي حاجه ما اعرفش اروح عشان عندي تمارين، وبلغي كل حاجه عشان التمارين، يعني بيبقى الاولويه دايما للتمرين، فطبعا ده بيأثر جدا مع الحياه كلها. طبعا بيأثر. We'll be right back.
ينفعش اقول ان هي معاناه لان دوت واجبي ناحيتهم، بس يعني واحنا حياتنا تقريبا بره البيت، يعني اكيد في حاجه بتيجي على حساب حاجه، بس يعني الى حد ما بنحاول ان الامور كلها تبقى ماشيه كويس. طبعا باباهم متفهم وانا قاعده معظم الوقت معاهم متفرغه لهم، يعني حتى شغلي بيبقى دايما معاهم، فبالتالي الحمد لله الدنيا ماشيه كويس يعني الحمد لله. هو مش يعني هي ما توفيق طبعا 100%، انا قلت لك ان هو صعب، بس يعني المدرسه بضطر ان انا اروح اجيبهم بدري شويه، لو في حصص اكتيفيتيز فلا ممكن نخرج بدري شويه عشان نلحق يناموا شويه قبل التمرين. معظم حاجتنا بنخلصها في العربيه في الطريق، احنا اصلا من مدينه نصر للجزيره فالمشوار طويل، فغالبا بيتغدوا في العربيه احيانا، بيخلصوا الهوم ورك بتاعهم بنخلص، يعني هم اللذيذ في يعني ده يعني بيعتبرش عيب قوي، لان هي علمتهم ان هم يعملوا كل حاجه بسرعه، فهم منظمين امورهم على حسب التمرين، الدنيا كلها بتتنظم على حسب التمرين ميعاده الساعه كام وهيخلص الساعه كام. لعبه الجمباز هي اساس كل الالعاب، هي بتبدا من سن صغير، بتبدا من 4 سنين، الفتنس بتاعها عالي جدا لان هي مش لعبه هارد ان انت بتخشي على عضله تشتغلي عليها على طول، لا هي بتكون العضله البنت من وهي 4 سنين واحده واحده بتطلع معاها الحركات بتتطور، فبالتالي هي لعبه انا بعتبرها مش مجرد ان احنا رياضه نلعب ونخلص بعد كده، لا هي هتستمر معاهم لما هيخلصوا وهم خلاص اتعودوا على سيستم معين، على فتنس معين، على طريقه معينه، فاكيد انا كسبانه دوت يعني ايا كان الوقت اللي هيلعبوه، فوقت ما هيبطلوا لا هي هتفضل السيستم بتاع الجمباز في حياتهم، يعني عشان كده اخترت الجمباز. يعني لو انا شايفه فعلا هو الموضوع لود، واكيد طبعا هم اطفال بيبقوا عايزين يعملوا حاجه تانية، بيبقى في تشجيع، بيبقى في مكافئات، بيبقى في هدايا، لو الموضوع لود قوي لا ممكن بنستاذن ناخد بريك يوم يومين نسافر يغيروا جو يستعيدوا نشاطهم. هم حبوا كمان اللعبه، يعني هي اللعبه بما ان احنا 5 ايام في الاسبوع التمرين اقل حاجه 3 ساعات، فهي بالنسبه لهم بقت اصلا حياتهم يعني، فحتى لو زهقوا شويه لا بيبقوا عايزين يرجعوا تاني. اضافت كتير قوي، انا بعتبر دايما وانا اقولها ان الجمباز تربيه، لان هو بيربيهم ان هم زي ما قلت لك بيعملوا كل حاجه بسرعه عشان هم عارفين اللي وراهم في ترتيب، بتعلمهم الالتزام جدا، عارفين ان كلام المدرب هو لازم يتسمع، لازم انفذ 1 2 3، بتعلمهم يشغلوا دماغهم لان هي لعبه فيها توافق العضلي العصبي عالي، فبالتالي هي عارفه يعني هي مش مجرد ان هي بتادي، لا هو مخها شغال بتحتاج رد فعل سريع، فلا اتعلموا حاجات كتير منها يعني. طبعا النادي الاهلي نادي عظيم من زمان جدا يعني، وليه مكانته، وفي نفس الوقت الرياضة احنا بنسعى دايما للرياضة علشان الرياضة طبعا غذاء للبدن مع غذاء العقل طبعا مع الدراسة اساسي، فالرياضة شيء مهم، بس هي المشكلة بقى في ان انت نوع الرياضة اللي انت بتلعبيها، بنتي بتلعب جمباز تمام، فانا بنتي بقالها مثلا 5 سنين احنا هنا تمام، دخلت بطولات ما شاء الله هي بطلة الجمهورية، بس معاناتنا بقى في وقت الدراسة، يعني في وقت الأجازة بتبقى الدنيا شوية مريحة، يعني مثلا بتبقى احنا خلصنا السيزون بتاعنا بتاع البطولات، فممكن ناخد مثلا 5 أيام تمرين، وفي ال5 أيام دول بيبقى عدد الساعات 4 ساعات 5 ساعات، وبيبقى طبعا مواعيد مختلفة يعني الصبح أو بالليل تمام. أما بقى بتبقى في الدراسة هي دي المشكلة بتاعتنا، إن بيعملوا البطولات ساعة الدراسة تمام، فبتبقى عدد الايام بتبقى ممكن تبقى 6 وممكن توصل قرب البطوله بتبقى 7، فبيبقى في ضغط ستريس طبعا عالي جدا على الطفل والاب والام، وطبعا بيبقى مذاكره ودراسه، طبعا انت عايزه الاثنين تبقي ناجحه فيهم مش حاجه واحده، مش عايزه تيجي على حاجه، فبتبقى الدنيا مضغوطه جامد يعني، هي دي المعاناه اللي يمكن طبعا انت بعد كده في الاجازه طبعا انت واخده على الضغط خلاص، فبتيجي بقى تشوفي في الاجازه ايه ده الدنيا واضحه، فبتبقي حابه ان انت عايزه عيلك طبعا تقضي على وقت الفراغ بتاعه، لان اي فراغ للطفل عامه او لاي حد في اي عمر مرحله عمريه بتبقى مش حلوه، فانت بتبقى عايزه تستثمريها في حاجه كويسه. فانا بصراحه انا بدخل بنتي اي رياضه تانية كمساعد ليها برضو، وبتشغل وقتها وحاجه بدنيه ليها يعني، وبتبقى برضو عندها نوع من الاجتماعيات ومعرفة برياضات مختلفة، يعني مش هي دي رياضة بس، لا في أنواع مختلفة من الرياضات. يعني أنا علمت بنتي بصراحة، جربت لها شوية في تنس، شوية في فولي، شوية في سباحة، فبنوع لها بصراحة من وقت للتاني، تبقى عندها أولا معرفة إن الدنيا مش رياضة واحدة،
يعني مش هي حاجة واحدة، لا الدنيا فيها حاجات كتير، ونتعلم ده ونتعلم ده. حتى اجتماعيا مثلا بتتقابل هنا مع ناس وتتقابل هنا مع ناس. طبعا في مرحلتها العمريه يعني بتتقابل هنا مع ناس وتتقابل هنا مع ناس، في ناس بتبقى كويسه في طبعا فبتترقى طبعا في المستوى الفكري معاها، في ناس طبعا الواحد بيكتسب منها خبرات برضو. يعني انت مثلا قاعده هنا بتكتسبي خبرات من الناس اللي قبليكي، تمام؟ نفس الشيء احنا مثلا بنروح اي رياضه جديده بتكتسبي خبرات من الناس اللي قبلينا، تمام؟ فدي في حد ذاتها يعني انا بصراحه انا بستفيد منها ليا ولبنتي برضو. بس احنا بنقضي يومنا تقريبا هنا، احنا شبه شويه يعني مقيمين. يعني احنا عندنا كان عندنا فولي الساعه 9 الصبح، ف6 دي احنا بنصحى طبعا من البيت عشان نبدا نفوق ونوضب ليومنا، تمام؟ وبعد كده خلصنا من البولي. طبعا احنا لو روحنا البيت مش هتنزل، انت اوريدي هي تعبت، فانت لو هي وصلت البيت هتريح، فبنضطر ان احنا نكمل يومنا. بحاول ان انا اخليها تريح شويه هنا ماشي، وبعدين في نفس الوقت اغديها، بحس ان انا ايه ما تدخلش على الرياضه التانية وهي مش متغديه يعني، فاهمه؟ اللي هو برضو لازم الواحد يهتم بالغذاء برضو، فاهمه؟ الجانب ده برضو مهم جدا، يعني انت بتهتم بالعقل بالبدن بالغذاء، فاهمه؟ بس فبتبقى الدنيا ربنا يوفقنا بقى. أيام الدراسة يعني امتحانات يعني مذاكرة ليل ونهار مع التدريبات كل يوم، أكيد بتقابلي صعوبة كبيرة. جدا احنا في اوقات بتعدي مثلا بجيبها من المدرسه، باخدها زي ما هي كده بكله من الباص، اجري على التمرين على طول، نغير هنا وناكل هنا، ممكن ناكل في العربيه واحنا جايين مثلا، وتخش التمرين ترجع بيها يعني تبقى نايمه خلاص. انا ممكن اصحيها قبل المدرسه، يعني مثلا لو مثلا سايب مثلا بتصحى 6 اصحيها 5 ساعه بدري عشان تقعد تعمل الهوم ورك مثلا، او اقول مثلا لمشرفه الباص مثلا شويه اشتغلي معاها، يعني تخيلي ممكن مثلا بوصل لايه بس عشان خاطر اعرف اظبط الدنيا شويه في الدراسه. بتفرق جامد، صعبه جدا يعني. واوقات الامتحانات بقى بيبقى موضوع صعب قوي، مع المدرسه مع التمارين بيبقى الدنيا صعبه. بنجيب بقى المذاكره معانا هنا ونقعد بقى نذاكر، نخلص تمرين نقعد على جنب نذاكر كده. اهم حاجه بالنسبه للام الالتزام بالمواعيد، لان هي طبعا اللي بتوصل البنت او الولد وكده. الحاجه الثانيه التشجيع، يعني تشجع البنات، لا انت دايما كويسه، حتى لو بنت عندها احباط شويه او ولد، لا انت كويس انت تقدر. فيعني ده اللي بيهمني من ناحيه الام، التشجيع، التغذيه السليمه. ايام البطولات معاناتك فيها شكلها ايه؟ مشكله البطولات ان احنا بنبقى مثلا عندك مثلا قبليها باسبوع و10 ايام انت اوريدي من الصبح بالليل في النادي، يعني عندك مثلا ممكن 4 ساعات تاخدي بريك وترجعي تاني تاخدي 4 ساعات تمرين تاني. فلو انت ساي عندك مدرسه او حاجه انت اوريدي خلاص بتاخدي اجازه، بتقعدي الاسبوع ده كله او ال10 ايام كلها مثلا ما بتروحيش المدرسه، فبتبقي فاصله تماما ما بتعملش اي حاجه عن المدرسه، لان انت صبح بالليل في النادي صبح بالليل في التمارين. والستريس بيبقى فظيع قوي على عليا وعليها وعلى كله، لان انت اوريدي بتبقي مضغوطه عشان عندك بطوله، وهي كمان بتبقى مضغوطه. ما فيش لو بنتكلم بقى على مذاكره وكده ما فيش خلاص، انت 10 ايام فاصله مثلا، ففعلا الموضوع برده بيبقى يعني شويه اوفرلود. يعني بطل في البيت يعني اغذيه سليمه، بتعملي ايه؟ يعني هو انا شويه فاشله في حته الاغذيه السليمه، يعني الواحد يقول الصراحه انا ما بعرفش شويه قوي في موضوع التغذيه دي، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اخش واشوف مثلا اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تاكلها، الخضار الفريش مثلا الفاكهه مش عارفه ايه. وبصراحه بابا بيعمل كنترول شويه على الموضوع ده، لان هي انت ساعات بتبقي وقتك واخده اكل معاكي بسرعه جاهز بسريع، ساعات مثلا ما بلحقش اعمل فبجيب اكل هنا من البيت، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كنترول في الموضوع ده. بس هو الموضوع برده بيبقى عايز شويه مجهود زياده، يعني تبقي جايبه ومحضره ومظبطه، وانا شويه فاشله شويه في الحته دي، بس بحاول يعني على قد ما اقدر. الرياضه يعني عبء ذهني، عبء عصبي، عبء بدني، عبء مادي.
هي فعلا صح. لو هنتكلم على العبء الذهني، الذهني بتبقى انت طول الوقت يعني ممكن يأثر ان انت بتبقي مفكره فيه اكتر من اي حاجه تانية، يعني على اي حاجه تانية بقى. لو عندك مثلا مشاكل في البيت او عندك مثلا حاجات المفروض تفكري فيها، لا انت بتلغي كل حاجه، فكري بس في التمارين والرياضه وعملت كذا وما عملتش كذا وهتعمل دي ايه. بيبقى فعلا ده ذهني جامد قوي. عبء بدني ممكن مثلا الواحد بحس ان انا ما بقاش عارفة أبقى شوية أهتم بصحتي، أو مثلا أهتم مثلا أن أنا أنام كويس أو أصحى كويس أو أكل كويس، لا باجي على نفسي كتير عشان خاطرها، وهي كمان بحس أنها صعب يبقى عندها أوفرلود عليها برضو. دي ممكن مادي. هو المد الرياضة عامة دلوقتي بقت عامة كلها مكلفة في كل حاجة، يعني عشان تصنعي بطل أو تدخلي بطل أنت بتدفعي بتكلفي في كل حاجة. بلاش مثلا نتكلم مثلا بلاش مثلا حاجات الرياضة بتبقى يعني أدوات الرياضة أو كده، أنت مثلا لو هتروحي وترجعي تكلفي قد إيه مثلا بنزين، لو أنا مثلا أنا حد ساكن بعيد فأروح وأرجع بكلف بنزين كتير مثلا، ده غير أكل كل يوم، أنت أوريدي لو نازلة الشارع طول اليوم فأنت بتصرفي قد كده، ما بالك بقى كمان حاجه الرياضه واللبس والحاجات دي كلها بتبقى فعلا شويه. بس هو هنا يعني الفتره الاخيره الحمد لله دي شويه بقى يوفر لنا شويه مايوهات، يوفر لنا شويه الحاجات اللي هي بتبقى فعلا عبء علينا، الجلد مش عارفه ايه، فبقى يشيل علينا شويه كتير يعني. بالنسبة للجمباز يعني يعتبر أي لاعب أو أي طفل أول رياضة يبدأ بيها هي الجمباز، لأن بيبدأ من سن صغير جدا، يعني من 3 سنين ونص 4 سنين، فبتهيألي ما فيش رياضة تانية بتبدأ بالسن ده، وبيبدأ تأهيل سواء بدنيا جسمانيا نفسيا لغاية سن 6 سنين، وبعدين بيبدأ مرحلة البطولات. يعني احنا عندنا البطولات بتبدأ من سن صغير شوية، وفي نفس الوقت اللي ما بيقدرش يكمل في لعبة الجمباز ده بيبقى سهل جدا يختاروه في أي لعبة تانية، لأنه بيكون اتبنى جسمانيا وعقليا، إدراكه كمان، الاعتماد على النفس، بيكتسب مهارات بدنية كبيرة جدا بتأهله لأي لعبة تانية، ده لو ما قدرش يكمل في الجمباز أصلا. اللعبة بتفيد اللاعب، أولا بتبني جسمه بنيان سليم بدنيا، فكريا بيبدأ يفهم يعني ايه يعتمد على نفسه في كل حاجة، في حاجته ازاي يجهزها، ادواته، كل ده بيعتمد على نفسه فيها، المواعيد، الالتزام، الاكل والشرب، التعليمات بتاعت المدرب، ازاي بيقدر يستوعب التعليمات دي وينفذها، حتى ده بيساعد كمان في التربية في البيت يعني. فبتلاقي حتى عقلية لعب الجمباز تختلف على أي طفل تاني في نفس السن، لأن ده مكتسب حاجات تانية خالص يعني. حتى ممكن تلاقي في المدرسة تلاقي لعب جمباز ده كل الأطفال التانية اللي في سنه قاعدين يتفرجوا عليه، بيعمل حاجات غريبة، حركات بالنسبة لهم حركات عجيبة. فيعني دي لعبة مهمة جدا لأي طفل بالنسبة للسن الصغير. بعد كده بالنسبة بقى للسن الكبير اللي دخل في مرحلة البطولات والكلام ده، ده بقى يبقى فيها ثبات بقى انفعالي بدنيا نفسيا، فكل الحاجات دي بتفرق مع لعب الجمباز. يعني هم عامة بتوع الجمباز بيبقوا في المدرسة مثلا معروفين ان اللي بيلعب جمباز والبطلات بيبقوا بيديهم، حتى مثلا لو مثلا ساي في حفلة الرقصة بتاعت الارضي اللي هي بتعملها مثلا في البطولة هي اوريدي بتعملها في المدرسة، هي اول واحدة بتبقى لوحدها، فهي بتبقى بتاخد برضو ايمج معينة في المدرسة بتبقى معروفة، فهي طبعا دي حاجة بتفرق معاها نفسيا وسط اصحابها، وبتعمل حاجات فان اصحابها كلهم ما عرفوش يعملوها مثلا، فبتفرق، بقت واثقه في نفسها بزياده يعني، احسن كتير من الاول، بقت عندها حياه تانية مليانه شويه، مش فاضيه يعني، مش فاضيه ان انا مثلا دماغها شويه بحس انها مش فاضيه يعني، مش زي الباقي يعني اصحابها مثلا اللي هو اشوف النت اشوف الكرتونز مش عارفه ايه اشوف ايه، لا بحس ان هي دماغها شويه تفكيرها اعمق شويه منهم يعني، اكبر انضج شويه منهم، بحس ان الجمباز هو الفارق في الحاجات دي كلها. بحس ان انا كتير اقولها
يا ليلى انت لما لقيها مثلا بتبقى متضايقه او زهقانه او مش عاجبها مثلا اليوم، انا ليه ما بخرجش زي اصحابي، انا ليه مش بتفسح زيهم، انا ليه مش عارف يعني حاجات كتير مثلا هم بيقضوا الاجازه كلها في يتفرجوا على التلفزيون، حتى الحاجات دي ممكن تكون مش موجوده. انا اقعد اقول لها يا ليلى طب انت شوفي انا زي ما انت بتتعبي انا كمان بتعب قوي معاكي، انا باجي على نفسي، باجي على البيت، باجي على كل حاجه، باجي انا عندي بيبي صغيره باجي عليها في كل حاجه عشان خاطرك انت متخيله يعني. كل ما احس ان هي مش حاسه شويه انا بقعد اقول، لان انا ببقى عايزاها تبقى زي ما انا سبورت ليها هي كانت تبقى سبورت ليا، لان انا ساعات بحس كتير انها ما بتبقاش مستوعبه ده، هي بالعكس هي يعني شايفه انها بالعكس انا اللي باجي عليها كمان يعني، انا هي مش عايشه حياتها ومش مبسوطه يعني. انا بقى لا طبعا انا كمان برضو يا ليلى وزي ما انت بتعبي انا بتعب، ونبقى مع بعض احنا الاثنين عشان فعلا دي حاجه حلوه ليكي وبتفرق معاكي في كل حاجه في حياتك عامه يعني، فيما بعد ودلوقتي في كل حاجه. اهم حاجه الاصرار، يعني ما استهترش باي حاجه، باي تمرين، باي حركه، لازم يكون عندي اصرار. مش معنى والمحاولات كتير، مش معنى مثلا ان انا جيت في دور اتنين فشلت ان انا اقدر اعمل الحركه، لا، في بناخد تدريبات تاني، تمرينات تاني، مساعده، وبعد كده احاول تاني لغايه لما اقدر اوصل ان انا اعمل الحركه. يعني حتى انا مثلا باجي اكلم اللعيبه في الحركات وكده، انت عندك لغايه البطوله 1600 غلطه تقدر تخلصيهم، بعد ما تخلصيهم خلاص بدأتي بعد كده ما تغلطيش تاني. فليه؟ عشان يفهموا ان انا لازم هقع مره واثنين وعشرين وثلاثه، يعني بطلات العالم بيحصل معهم الكلام ده لغايه لما اوصل للمستوى المطلوب يعني المهاري. فريق يعني التزام، يعني لو تعبانة وفيها ايه بتنزل بتعملي ده ازاي معاها؟ في اوقات مثلا حسب يعني، في اوقات لا قدر الله لو هي مثلا تعبانه تعب ما ينفعش خلاص نزول، اوكي بضطر اعتذر خلاص، لكن لو في الحاله الجامده، لو بقى هي تقدر مسكن مش عارفه ايه، نقعد بقى تلج، نعمل بص بعمل كل حاجه يعني وانزلها في الاخر، بس طبعا بيبقى الموضوع صعب، بس بحاول على قد ما اقدر نعمل كنترول وننزل يعني. ممكن مثلا عندها مثلا اصابه، ساعات بيبقى عندها اصابه في كتفها، فعلا ببقى ماشيه مثلا بالتلج ونحط تلج، وبعدين نحط مثلا ندهن مرهم ريبارال ومش عارفه ايه، وبعدين نعمل تمارين، اقعد بقى انا كل ده انا وهي مش عايزه وتعبانه، واقعد اضغط عليها معلش يا ليلى وتعالي على نفسك وهنظبط وكده، بيبقى فعلا شويه تعب بس اهي الدنيا بتمشي يعني. ايه الرساله اللي توجهيها لكل ام علشان تكون ام بطله زيك؟ يبقى عندها يعني، يبقى عندها مثلا هدف ان انا عايزه اخلي بنتي دي حاجه احسن في فيما بعد يعني، مش هفكر دلوقتي، دلوقتي هي طفله وممكن تستغنى عنه بسهوله، لكن انا ممكن فيما بعد انا كل ما ابقى ادخلها حاجه هي تبقى فيها فعلا بطله وتفرق معاها جدا في شخصيتها بعد كده. يعني خلي عندك شويه سبورت، شويه امل، شويه حتى لو انت تعبتي شويه ياس لا ارجعي تاني، خشي الموضوع تاني من اوله، هتحسي الدنيا هتمشي شويه بشويه. حتى ساعات الواحد واصل لمرحله فعلا يائس جامد جدا، هو مش قادر يكمل خلاص، تعب لدرجه ان هو مش قادر يكمل والحياه فعلا صعبه جدا، ارجع تاني اقوي نفسي وارجع تاني اقول لا ان شاء الله بكره يبقى احسن وفعلا هشوف يوم احسن، وفعلا المعاناه دي كلها اللي انت الواحد بيعانيها كلها دي مجرد مثلا في البطوله، ولو بنتك تعلق ميدالية انا فعلا الدنيا وما فيها يعني احسن حاجة، خلاص انت بتحسي ان انت كل التعب ده انت نسيتيه اوريدي. احبك يا امي جدا، انت احلى حاجة في حياتي. وفي الختام سلام، وانتظرونا في حلقة جديدة من البطولة امهات.